هاي، ازيكو؟ عاملين ايه النهاردة؟ عندنا فيديو جديد هنفرجكو على حاجات ايد الحب دي. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده الفيديو النهارده حاجات عيد الحب، بس حاجات تنفع للعرايس وللستات ولاي حد، او للبنات اللي بتتجهز تتفرج على الفيديو زي ده وتاخد منه معلومه، وان شاء الله الحاجه تعجبكم. دي هدوم بقى داخلية، فهنبدأ واحدة واحدة. هتفرجوا على كل الأشكال. هدوم بيت، ده أول شكل اهو. هو جاي تأمين سوا دوت الفلينة. أنا دايما بقول تأمين بس بقولها غلط. حتتين حتتين اهو، ديت الفلينة، ومن فوق زي انتم شايفين فيها اهي شكله، بعد كده من تحت بقى على شكل الشيتا الاحمر، شكله حلو. وده الشورت بتاعها اهو من ورا، فالينا وشورت. في ستايلات كتير من نفس، في نفس الستايل دوت بس الوان كتير بقى، فنفرق على كل الالوان بتاعته. ده اهو الشكل التاني دوت، عليه قلوبة زي انتم شايفين من تحته، عشان دوت يعتبر بتاع ايد الحب. هي من فوق في بقى الترتر والحاجات دي، وده الشورت اهو نفس شكل الفلينة اللي هي النص اللي من تحت. 11 كلهم ب11، عشان نقول لهم الاسعار. هما كلهم نفس الشكل فكلهم ب11 اهو. بصوا ب11 ده حاطينه. استني، في واحد ورا حد مخبيه. مش نفس الشكل. دوت برضو شكل الشيتا اهو، بس دوت بقى اللي هو اللون البني بتاعه. والفلينة اهي برضو من فوق شكلها اسود، والشورت شكله الشيتا اهو عادي زي الباقيين. وفي دي في منها تحت، منها تحت افتكر، مش عارفة. في دي اهي ومفتوحة، فيها الدانتيلا من قدام ومن ورا وكده، وبتتقفل من تحت اهي بالكباسين. اغلى دولار يعني، بس دي حتة واحدة. في بقى الشكل دوت، اللون ده، اللون ده موف. ده فين دي؟ انا مش عارفني، هو عامل زي ال بقولوا عليه كشمير غالي. كشمير يعني، I guess هو عامل زي الكشمير، زي الروج اللي طالع جديد اللي لونه كشمير. هما كلهم بنفس السعر، ب 11 و 12. ده شكلها اهو، من فوق ورد ومن تحت الكشمير اللي هو الفاتح او الشيفون الشفاف. وده الشورت اهو، دي حاطينها على سيل مش عارفه ليه، اشمعنى دي بزيت ب6، الباقيين كلهم ب 11 او ب7 تعتبر. اهي عاوزين يخلصوا منها، في كتير منها ولا حاجه. بس انا احط التليفون في جيبي عشان عامل ازمه. في بقى دي شكلها حلو، انا بحب لما بيبقى ده الذهبي في احمر كده في اي حاجه تبقى شكلها حلو. بصوا دي احمر في ذهبي من فوق، هي مسات سمول يا، هما شكلهم صغيرين قوي، تحس انهم بتوع اطفال. من تحت اللون الاحمر ده، او هو مش احمر قوي يعني. والشورت برضو نفس اللون، الناس الخفيفه. ده لون بطيخي بقى، ده بنص كم، ده مش بنص كم، ده الشورت. ده مقاس كبير اهو. ده مقاس كبير، هو الشورت بتاعه شكله كبير بس هو ده شكلها. دي برضو عليها ورد من فوق، بص الورد. ورد شكله حلو. وده الشورت بقى، هو شورت كبير شويه عشان دوت المقاسات الكبيره بقى. نفس اللون اهو، ده اكس لارج. واحد في ايه من ورا هنا، دول كلهم هم هي. ده المقاس الكبير برضو اهو، بصوا ده تلاقي 3 اكس. ده 2. دي اهي اخر شكل في الستايل دوت. دي اهي عليها ورد برضو من فوق، او على شكل ورد كده. وفي فيونكا هنا اهو. دي هدول شكلهم باين هم بتوع بني ادمين. ايوه مش الاطفال، يعني شكلهم صغننيني قوي. ودي اهي زي انتم شايفين اللون والشورت برضو اهو، هي شكلها من ورا، احنا مش شفناها، شكلها فلن عادي يعني، فكرتها مفتوحه. الشورت بتاعها برضو نفس اللون بتاعها. دلوقتي بقى هنبدا بقى في الرفل من تحت. ودول نفس الشكل، قاعده نفس الشكل. دي 2 اكس لارج، دي ار. نبدا يبقى من هنا، ما احنا واقفين هنا. هناك شكله احلى عن هنا. اوكي، خلي الاحلى الاول، خلي الاحلى الاول. ده اهو، ده برضو عليه نفس الورد، هم عاملين الورد دوت السنه دي 2022. الشكل دوت شكله حلو، بص الورد. وفي برضو فيونكا، ومن تحت نفس السعر ب11، ومن تحت نازل على شكل ورد اهو زي ما انتم شايفين، ومن ورا جاي معاه هو حتتين. ايوه حتتين القميص بالاندر بتاعه، ده شكله حلو وبنفس السعر.
في الشكل ده، ده برضو عليه نفس الورد من فوق برضو، دوت عامل زي البتنجاني كده، ده و البني بتاعه شكله حلو، ده مش بني، ده بتنجاني. ده بتنجاني. ايوه ده بتنجاني، معلش حقك علينا. معلش. وزي ما انتم شايفين اهو، نازل بقى على بنفسجي مع لبني كده او مع كحلي، شكله حلو برضو. ودي الظهر بتاعه، ودي الحتة بتاعته، افتكر كلهم بين 11 و12. في ده اسود مفهوش يا حاجة. ده في حتة ساتان من قدام مفهوش شغل كتير يعني، بس في ناس ما بتحبش الشغل الكتير يعني، ده رخيص بتمانية. عشان معهوش حتتين. لا دي نو، هو جس حتة واحدة. في ده ايه هو ده بقى، ده مفتوح او ده بيتفتح وده مقفول ده بيتقفل كده. بيتريد كده. ايوه ده افتكر الظهر بتاعه، لا ده وشه، ده وشه. ورينا بقى وشه لف ايه، ورينا كده. ايوه هو بصوا هو عامل زي الروب كده، وبتجيبوا الناحية دي مع الناحية دي وتربطوها من ودي قدام. الظهر بتاعه وده جاي معاه برضو حتة تانية، ده برضو بتمانية. الأخضر ده لونه حلو، عجبني اللون الأخضر ده، ده عاوزة عربية نفس اللون دي. أخضر هو ثاني. برضو حتتين، ده أول حتة، ده تاني حتة. هو بصوا بيتربط ازاي، هو برضو مفتوح كده زي التاني، فهو التاني نفس لا ده الشكل. مقفول من هنا أيوة أنا بالظبط. عارفة، أنا قصدي التاني بقى نفس الشكل، لما تيجوا تقفلوه هيبقى كده. وقفيه وانا اربطيه، ده هو احنا كده قفلناه، ده شكله. ربطناه بالفيونكة. ودي الكم بتاعه، وطبعا ممكن يتضيقوه يتفتحوه اكتر، فهو ده هنحاول هيبقى المقاس. شكله. يا هو يعتبر مفتوح زي الروب، مفهوش حاجة يعني. ايه ده؟ هنخش بقى على الشكل الجاي، اهو ده شكل من الاشكال، ده شكله حلو، عليه ورد كده من تحت، شكله جميل. واللون برضو الاحمر بتاعه ده حلو، ده لون أغلى توبي. 13. ورينا من ورا، أوه. من ورا في الحتة اللي بتقفل دي، كلهم زي بعض نفس اللون. في الأخضر ده، ده حتة، لا ده مش حتة واحدة، اتنين. ده اهو عاملة زي فالينا كده، لونها اخضر في ابيض، شكلها حلو الاخضر في الابيض. بكام؟ بـ8 أفتكر. من ورا في ده الشكل ده برضو، ده بامبا في جراي برضو، من اللي هو المفتوح اهو، نعم. زي اللي احنا بنقول عليهم زي الروب كده. في برضو فيونكة من فوق، ومن الظهر في دانتيلا اهو، بصوا الدانتيلا سبحان الله. صعب شكلها لما حلو. الواحد يجي يجيب هدايا من الحاجات دي ما يلاقيش الحاجات الحلوه، يلاقي حاجات وحشه قوي. ولما الواحد ما يبقاش عاوز يلاقي حاجات قد كده. ده ب 13 من ورا التنتيلا العريضه حلوه. وكمان اللون الجراي مع البامبا تحس انهم لا ماشيين شكله قوي. حلو، ومهشج ده شكله حلو. يا ده عدس. ده حموصي شكله حلو برضو، لونه حلو. في برضو دانتيلا اهو، وادي من ورا، من ورا برضو في الكبسونة اهي، ده محطوط ده الأسئلة ب 7 على برضو. سي. كان ب 13، بقى ب 10، بقى ب 7. عايزين يخلصوا منه برضو، مفيش غير اتنين. في ده، ده نفس الشكل اللي هو بتاع دول، بس ده بقى اللي هو القميص مش الفلينة والشورت اهو، نفس الورد زي انتم شايفين اهو، ايوه ده ب 10، ولونه عامل زي برضو مش عارفة كده بني كده. عامل زي البني المحروق او بني. في دي شكلها حلو، دانتيلا برضو من الجنب اهي، بصوا شكلها حلو. من ورا برضو فيها نفس الحتة، الكلابشات وبقولوا اللي لي بتقفل. عايزين ايه وانا اصوره لكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، عشان احنا بنخرج نصور كل يوم 3. ده اهو اخر ده واحد، بامبا ده بيبي بينك، ومن فوق برضو في الحتة التنتيلا البينك. اغمق. يا وادي الظهر بتاعه، جايز اي حرف التي، بيقول لي حرف التي من الظهر. وهو ده هيبقى اخر فيديو، اتمنى يكون عجبكم ونشوفكم في الجاي. باي.